بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدينا على الشاشة مربع فارغ ومجموعة من القطع الصغيرة، لنعدها معا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. إن لدينا داخل المربع عشرة قطع. لاحظ معي عزيزي التلميذ، لنحسب مع بعض: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وأخيرا عشرة. إذن لدينا على الجهة اليمنى عشرة قطع ولكنها مبعثرة، ولدينا على اليسار مجموعة من القطع ولكنها منظمة في عمود. إذن لدينا عشرة قطع على اليمين وعشرة قطع على اليسار. نسمي هذه القطع الموجودة على اليسار، نسميها عمودا. إذن في كل عمود توجد عشرة قطع. إذن عشرة تساوي عشرة، عشرة تساوي عشرة، وعدد القطع الموجودة على الجهة اليمنى تساوي عدد القطع الموجودة على اليسار. الآن أعزائي التلاميذ، ننتقل إلى كيفية كتابة الأعداد داخل جدول المراتب. بسم الله. واحد، هذه قطعة واحدة، إذن في الجدول نكتب العدد واحد. لدينا قطعتان، نكتب العدد اثنان في خانة الأحاد. ثلاثة قطع، إذن ثلاثة في خانة الأحاد. أربعة، نكتب أربعة. خمسة، نكتب خمسة في الأحاد. ستة، ستة. سبعة، ثمانية، تسعة. الآن أعزائي التلاميذ، لدينا تسعة قطع. الآن سنكمل القطعة العاشرة ونرى كيف سيكتب العدد على الجدول. القطعة العاشرة، إذن نستبدل التسعة بصفر ونضع العمود في جهة العشرات. إذن لدينا عمود واحد، يعني عشرة واحدة، نكتب الواحد في خانة العشرات. وليست لدينا قطع صغيرة خارج العمود، إذن نكتب صفر. لاحظ جيدا عزيزي التلميذ، الآن لدينا عمود واحد وليست لدينا قطع أخرى، إذن الآن لدينا قطعة إضافية. نكتب العدد واحد الذي يمثل القطعة، ونكتب العدد واحد الذي يمثل العمود.
إذا لدينا 11 قطعة. إذا أضفنا قطعة أخرى يتغير العدد إلى 12. نضيف قطعة أخرى 13، إذا نكتب 3 في الخانة في خانة الأحاد، أما الواحد يبقى كما هو. 4 يعني 14، وهكذا. 15 نكتب العدد 5 في خانة الأحاد. 6 نكتب 6 في خانة الأحاد، أما الواحد يبقى كما هو 16. الآن 17، 18، 19. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.